يلا نحس بالامتنان. الامتنان شعور حلو لصاحبه، وحتى لما يكون صعب علينا نضل إيجابيين لازم نكون شاكرين، لأنها أحسن طريقة لنحسن من شعورنا. ولكتير منا خلال الحظر بعمان أبرز يوم بأسبوعنا بيكون يوم الخميس، لأنه نطلع فيه مع قرايبنا وصحابنا قبل ما نضل يومين وحيدين في بيوتنا. عنا في الأردن فرضوا علينا مرة تانية حظر بآخر الأسبوع، وممنوع نترك بيوتنا يوم الجمعة والسبت، فدايماً الخميس بيجوا عندي صحباتي عشان نقعد على البرندة، وبحس بامتنان كبير إنه الله رزقني بصحباتي وعيلتي وإنهم موجودين بحياتي. وأكيد الشعور بالامتنان كل أسبوع بيقلل من توتري وشعوري بالوحدة، وأنا بفكر بالأشياء اللي بكون ممتنة لإلها بضحك على عقلي كيف بصير يودي ويجيب وينقلني للأحداث والمشاعر السلبية. لازم نقدر كل أنواع المشاعر ونتذكر إنه اللي عم بيصير رح يكون عطول لخير إلنا. هذا اللي تعلمته من ديني، وهذا اللي بيخلي قلبي راضي وعايش بسلام. فكل ما صليت أكتر وفكرت بإيجابية أكتر، كل ما حسيت إنه الأشياء اللي عم بتوترني عم تتلاشى. يعني ما بصنف الأحداث اللي صاروا معي زمان على إنهم مناح أو عاطلين، بس بفكر فيهم بعين إيجابية. ومع الوقت صرت أدرك إنه كل موقف سلبي مريت فيه نقلني لموقف إيجابي بحياتي لقدام. يعني ما بصير الواحد يقعد يفكر إنه خسر وظيفة أحلامه أو البيت اللي غير شكل لما كان يقدر يأمن حقه، لأني دايماً اكتشفت بحياتي إنه الخيارات الأحسن إلي إجت لحالها. والسر ليضل الواحد إيجابي هو إنه يحافظ على التفكير بطريقة واعية بالأشياء اللي بتصير معه ويآمن بربه. يلا نحس بالامتنان. الامتنان شعور حلو لصاحبه، وحتى لما يكون صعب علينا نضل إيجابيين لازم نكون شاكرين، لأنها أحسن طريقة لنحسن من شعورنا. ولكتير منا خلال الحظر بعمان أبرز يوم بأسبوعنا بيكون يوم الخميس، لأنه نطلع فيه مع قرايبنا وصحابنا قبل ما نضل يومين وحيدين في بيوتنا. عنا في الأردن فرضوا علينا مرة تانية حظر بآخر الأسبوع، وممنوع نترك بيوتنا يوم الجمعة والسبت، فدايماً الخميس بيجوا عندي صحباتي عشان نقعد على البرندة. وبحس بامتنان كبير إنه الله رزقني بصحباتي وعيلتي وإنهم موجودين بحياتي. وأكيد الشعور بالامتنان كل أسبوع بيقلل من توتري وشعوري بالوحدة. وأنا بفكر بالأشياء اللي بكون ممتنة لإلها
بضحك على عقلي كيف بصير يودي ويجيب وينقلني للأحداث والمشاعر السلبية. لازم نقدر كل أنواع المشاعر ونتذكر إنه اللي عم بيصير رح يكون عطول لخير إلنا. هذا اللي تعلمته من ديني، وهذا اللي بيخلي قلبي راضي وعايش بسلام. فكل ما صليت أكتر وفكرت بإيجابية أكتر، كل ما حسيت إنه الأشياء اللي عم بتوترني عم تتلاشى. يعني ما بصنف الأحداث اللي صاروا معي زمان على إنهم مناح أو عاطلين، بس بفكر فيهم بعين إيجابية. ومع الوقت صرت أدرك إنه كل موقف سلبي مريت فيه نقلني لموقف إيجابي بحياتي لقدام. يعني ما بصير الواحد يقعد يفكر إنه خسر وظيفة أحلامه أو البيت اللي غير شكل لما كان يقدر يأمن حقه، لأني دايماً اكتشفت بحياتي إنه الخيارات الأحسن إلي إجت لحالها. والسر ليضل الواحد إيجابي هو إنه يحافظ على التفكير بطريقة واعية بالأشياء اللي بتصير معه ويآمن بربه.